عندنا كمان الحقيقة ماما ماجي، ماما ماجي الأم الجميلة أيضا اللي تم تكريمها وأخدت جوائز كتير جدا، وآخر تكريم ليها كان في طبعا كان حضراتكم في لما كرمتها ميلانيا، ولما كرمها وزير الخارجية مايك بومبيو، والتكريم ده كان لماما ماجي وثمان سيدات أخريات. كنا حصلنا على أو يعني الجائزة اللي هي تم تكريمهن فيها كانت باسم جائزة السعادة. فالحقيقة انه في لاس احنا الجائزة استلمتها كانت في واشنطن او نيويورك، وكان في اتنين سيدات اخريات كانوا حصلوا ايضا على هذه الجائزة ايضا مع ماما ميجي، وهم كانت السيدة خالدة، دي كانت من الأردنية، خالدة خلف حنة هي مديرة إدارة الشرطة النسائية في مديرية الأمن العام الأردنية، وحصلت على الجائزة أيضا في نفس اليوم، كان تزامنا مع يوم المرأة العالمي. كمان كان في تكريم لمؤمنة حسين درار وهي سيدة أمن في جيبوتي، وبرضه كان التكريم لدورها في مساعدة قوات الشرطة في إحباط عدد من المخططات الإرهابية في أعقاب تفجير مدينة جيبوتي. بالنسبة بقى لهذا التكريم ده كان في مجلس الزوار الدولي في لوس أنجلوس، كان رتب تكريم للسيدة لماما ماجي وأيضا للسيدتين السيدة الأردنية والسيدة اللي من جيبوتي، وفي حضور طبعا السفيرة الجميلة لمياء مخيمر. وكان لقناة الكارما هذا التسجيل الحقيقة الحصري وتغطية لهذه الاحتفالية، وحوار كان مع ماما ميجي وكان برضو مع سيادة السفيرة لمياء مخيمر، يعني هنستمتع بيه مع حضراتكم الآن. فصينا النهاردة تحب تقول لنا ايه في قناة الكارما؟ أولا أحب أشكر كل إنسان في الدنيا بيحاول يعمل الخير ويبرز الحاجات الحلوة علشان يعوض الظروف الكتيرة بتاعت طبيعة الحياة، فدي حاجة جميلة جدا إنه الناس تفكر بطريقة إيجابية وتشوف الحلو فين وتتكلم فيه وتفرح بيه، لأن الفرح ده فرح لكل البشرية، كل الإنسانية. يعني أنا فرحانة إن بلد بحجم أمريكا يكون اتجاهها انها تقدر اي عمل انساني، يعني بتقول للعالم كله ان احنا كلنا بشر، كلنا ناس، كلنا محتاجين لبعض، ودي حاجة حلوة جدا. وانا مش لوحدي، انا دايما زي ما قالت سيادة السفيرة المتكرمة سفيرة لاميا والسفير المصري ياسر رضا في واشنطن دي سي والناس اصحابنا اللي هنا هم برضو من مصر، انا مش لوحدي، انا مش ممكن اعمل حاجة لوحدي، هو كل الناس الحلوة والقلوب الحلوة لما تجتمع هو ده الجمال، ان كلنا نفرح مع بعض نحتفل مع بعض. فده تقدير لكل واحد شاعر ان هو بيعاني، مش عايزين حد يقع تحت المعاناة، عايزين يقف تاني ويحاول تاني وعمره never 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 to give up. سعادة السفيرة الاحتفال كان ايه بالظبط؟ الاحتفال كان لتكريم ماما ماجي، والاحتفال اسمه Women of Courage، وده شرف كبير لمصر ان بنت من بناته تبقى متكرمة بهذا الأسلوب وعلى هذا المستوى، على أعلى مستوى في مدينة لوس أنجلوس، وفي حاضرين كل الشخصيات الكبيرة، وده طبعا تكريم للعمل كله اللي بتقوم بيه ماما ماجي في مصر، العمل العظيم لخدمة كل المحتاجين وكل التعبانين، يعني بتعمل حاجة الحقيقة من أعظم ما يكون، هو ده العمل فعلا اللي يعني يستحق كل تكريم وكل تبجيل. زي ما ماما ماجي نموذج كل الناس تتمنى ان هي تقتدي بيه. نشكر ربنا على الدولة المصرية ممثلة في حضرتك بتكرمها وبتبقى موجودة وراها في كل مكان هي بتروح فيه. احنا بنشكر الدولة المصرية اللي بتساعد النماذج اللي زي ماما ماجي انها تظهر وتكون قدوة للناس عشان تقدر تغير في مجتمعنا، وبنشكر حضرتك السفيرة على وجودك معانا النهاردة. كتر ألف خير.
شكرا، انا المتشكره. وبعدين هي يعني الحقيقه ماما ماجي يعني بتقود ان هي بالمثل الاعلى، ان هي بتقدم صوره للمثل الاعلى للناس تقتدي بيه والناس تعمل زيه والناس تمشي في نفس الطريق، وده اعظم حاجه الواحد يقدر يعملها يعني للمجتمع بتاعه. فربنا رب يبارك خطاها كلها ودايما كده تدينا تكون لنا يعني زي نبراس. حاجة فعلا جميلة جدا، واحنا عارفين طبعا ان الام ماجي بتلقب بتريزا، الام تريزا المصرية، وقد ايه فعلا خدمتها في حي الزبالين وخدمتها في مواقف كتير جدا. ويعني كلنا الحقيقة يعني زي ما بنقول بتكرمها برضو من بالنسبة لجائزة الشجاعة، وانه الاحتفالية دي كانت تحت عنوان نساء البطولة في لوس انجلوس، وخدت جائزة الشجاعة من ميلانيا ومايك بومبايو، فده خلى برضو العالم كله يعرفها يعني الحقيقة. والعالم دلوقتي فعلا العالم العربي والعالم كله سمع عن قد ايه مجهودات ماما ماجي في خدمة الإنسانية وخدمة الفقراء، وان هي دكتوراه على فكرة ودارسة يعني دراسات عليا، ولكن ضحت بكل ده علشان تقدر ان هي تخدم الناس المحتاجين. فبنقول لها ألف مبروك، وبنقول ايضا لكل اللي تم تكريمهم بنقول لهم برضو مبروك ويستحقوا فعلا هذه الجائزة.